السلام عليكم. ننتقل إلى الدرس الثالث. بالنسبة لكتاب الجيد في الرياضيات للمستوى السادس، عنوان الدرس هو قياس الأطوال والكتل والمساحات. أهداف هذا الدرس كالتالي: إجراء تحويلات على مختلف وحدات قياس الأطوال والكتل والمساحات، مقارنة وترتيب وتأطير قياسات أطوال وكتل ومساحات، حل وضعيات مسائل مرتبطة بقياس الأطوال والكتل والمساحات. إذن هذه هي الأهداف. نبدأ بجدول قياس الأطوال. الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر. إذن المتر، هناك وحدات أصغر من المتر وتسمى أجزاء المتر، ثم مضاعفات المتر. هنا أجزاء المتر، هنا مضاعفات المتر. بالنسبة لأجزاء المتر، أكبرها هو الديسيمتر، بعده السنتيمتر، ثم أخيرا بالنسبة لما رأيناه حتى الآن، يعني بالنسبة للمستوى السادس والخامس، بالنسبة لهذا المقرر هو المليمتر. وهناك واحدة أخرى صغيرة، إذن سوف نتطرق لها فيما بعد في درس آخر. بالنسبة لمضاعفات المتر، هناك الديكامتر، الهكتومتر، ثم الكيلومتر. مثلا نضع العدد التالي أو القياس التالي في الجدول: 25، 25 سنتيمتر. لوضع هذا القياس في الجدول 25 سنتيمتر، نأخذ رقم الوحدات نضعه في وحدة القياس. إذن 5 في السنتيمتر، ثم 2 في الديسيمتر. نأخذ مثال آخر، مثلا 198 ديكامتر. إذن وحدة رقم الوحدات نضعه في وحدة القياس المكتوبة 8. إذن رقم الوحدات 8 في خانة الديكامتر، 9 في الهكتومتر، و1 في الكيلومتر. واضح. إذن هذا بالنسبة لي والأعداد الصحيحة الطبيعية. نأخذ مثال بالنسبة للأعداد العشرية، مثلا 239.5 سنتيمتر. دائما نأخذ رقم الوحدات، ننظر إلى الجزء الصحيح، نأخذ رقم الوحدات نضعه في الوحدة المكتوبة. الوحدة المكتوبة هنا هي السنتيمتر، إذن 9 رقم الوحدات سنكتبه في سنتيمتر، في خانة السنتيمتر، ثم 3 في خانة الديسيمتر، ثم أخيرا 2 في خانة المتر. بعد السنتيمتر سنضع 5 رقم الأعشار في المليمتر. نضع الفاصلة أو لا نضعها، ليس هناك مشكل. إذن هنا يمكن قراءة هذا القياس على النحو التالي: 239.5 سنتيمتر، أو 23.95 ديسيمتر، أو 2.395 متر، أو أخيرا 2.395 مليمتر. جميع هذه القراءات وأيضا جميع هذه القياسات التي ذكرت الآن فهي متساوية. اثنان فاصلة 395 متر تساوي
23.95 ديسيمتر تساوي 239.5 سنتيمتر تساوي 2395 مليمتر. إذن جميع هذه القياسات متساوية. إذن هذا بالنسبة لمثال من الأعداد العشرية في الجدول. ثم نمر إلى جدول الخاص بالمساحات أو الكتل أولا، ثم بعد ذلك نمر إلى المساحات. نفس الجدول، إذن فيه خانة واحدة. الوحدة الأساسية لقياس الكتل هي الجرام. بعد الجرام يوجد ديسيجرام، سنتيجرام، وأخيرا ميلي جرام. بالنسبة هذه أجزاء الجرام، بالنسبة لمضاعفات الجرام هناك الديكاغرام، الهكتوغرام، الكيلوغرام، ثم بعده النقطة، ثم القنطار، ثم أخيرا أكبر وحدة لقياس الكتل هي الطن. بنفس الطريقة دائما لوضع قياسات في الجدول نحترم المبدأ وهو رقم الوحدات. نأخذ مثال رقم الوحدات في الوحدة المكتوبة، مثلا 75 هكتوغرام. الخمسة يجب أن نضعها في خانة الهكتوغرام. دائما نبدأ برقم الوحدات لكي لا نخطئ، 5، ثم بعده رقم العشرات في الكيلوغرام، هكذا. بالنسبة لمثال من الأعداد أو القياسات المكونة من الأعداد العشرية، مثلا 373.8 جرام. إذن مثلا هذا القياس نريد وضعه في الجدول، نأخذ رقم الوحدات نضعه في خانة الجرام. دائما نبدأ برقم الوحدات، رقم الوحدات 3، هنا بالنسبة لهذا القياس نضعه في خانة الجرام، هنا كذا، ثم 7 هنا، بعده 3، في الأخير رقم الأعشار في خانة الديسيجرام 8. إذن هذا بالنسبة لوضع قياسات في جدول الكتل. ننتقل إلى الجدول الآخر المتعلق بقياسات المساحات. الوحدة الأساسية لقياسات المساحات هي المتر مربع. المتر مربع أجزاء المتر مربع، الديسيمتر مربع، السنتيمتر مربع، ثم أخيرا المليمتر مربع. الوحدات الأكبر منها هي الديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، الكيلومتر مربع. لأن هذه وحدات قياس المساحة. هناك وحدات الزراعية، وحدات الزراعية بالنسبة للهكتومتر مباشرة
فهو يساوي أيضا الهكتار. ثم ديكامتر مربع يساوي آر، واحد ديكامتر مربع يساوي واحد آر. ثم أخيرا سنتيار، فيوجد مباشرة في خانة المتر مربع أيضا. تنادي وحدات زراعية الهكتار، الآر، السنتيار، وهذه وحدات فهي وحدات قياس المساحة. ثم كل خانة أو كل وحدة يوجد فيها خانة الوحدات وخانة العشرات، خانة الوحدات وخانة العشرات. بالنسبة لمثال، نأخذ مثال مثلا 77.89 ديكامتر مربع، ديكامتر أو عفوا ديسيمتر مربع، ديسيمتر مربع، نأخذ ديسيمتر مربع، ديسيمتر مربع خانة الوحدات يجب أن نكتب فيها رقم الوحدات، خانة الوحدات نكتب فيها رقم الوحدات. خانة الوحدات بالنسبة للديسيمتر مربع، وبالنسبة لباقي القياسات أيضا أو لباقي الوحدات هي التي توجد على اليمين. إذا 7 هنا، 7 الأخرى هنا، بعد ذلك رقم الأعشار في خانة السنتيمتر مربع، ثم في خانة الوحدات الأخيرة بالنسبة للسنتيمتر المربع نضع 9، نضع الفاصلة أو لا نضعها. فكلا كتابتان صحيحتان. ونقرأ 77.89 ديسيمتر مربع أو 7789 سنتيمتر، ويمكن تحويلها إلى مليمتر مربع بوضع الأصفار. إذن 778,900 مربع، ويمكن تحويلها مثلا إلى المتر مربع. إذن 0. هذه الأعداد 7789 متر مربع. كما يمكن أن نحولها إلى، وذلك بتغيير مكان الفاصلة، 0.00 7789 ديكامتر مربع. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم بحول الله، وشكرا على تتبعكم.